أعظم موعظة تنزل على القلب كلام الله. إذا ما تأثرت بكلام الله عز وجل لو تناطحت الجبال بين عينيك لن تتأثر، لأن كلام الله عز وجل ما أثر فيك. يا أخواني، يسأل دائما الإنسان نفسه، ما هي الآية التي أحيت قلبي؟ ما هي الآية التي استوقفتني؟ ما هي الآية التي تدبرتها فتأثرت بها وبكيت عندها وعالجت قلبي؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة البكاء وتأثره بكلام الله سبحانه وتعالى كان له خطان أسودان من خشية الله سبحانه وتعالى، دلالة على أنه أسيف يبكي إذا سمع كلام الله سبحانه وتعالى. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن ماذا يحصل لهم؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان عمر بن الخطاب يبكي عند هذه الآية ويسجد، وعندما قام من سجوده يقول هذا السجود فأين البكاء، هذا السجود فأين البكاء، وهو عمر بن الخطاب الذي له خطان أسودان من خشية الله. فماذا نقول لأنفسنا؟